عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم الدجاج بالتغميره اللي كتجي رائعه ديال المناسبات. ندوزو للطريقه والمقادير. هنا كما كتشوفوا عندي هنايا ثلاثه دجاجات كبار ديال 2 كيلو و100 ميتين. عندي هنا ثلاثه دجاجات، وعندي هنايا المهم الدجاج راه غسلته بالحامض والملح ورقدته، وعندي هنايا الكبيده ديالهم وديك النكسه والعنقره وداكشي حتى هما درتهم هكا بوحدهم. وعندي هنايا في التوابل عندي القزبر والمعدنوس اللي قطعته مزيان وطحنته، وعندي هنايا شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكنجبير وهاد الطامه ديال الزعفران، واحد شويه ديال السمن والملح على حسب الذوق كنديرها، شويه الحامض حتى هو مالح. وعندي هنايا اللب ديال الحامض حيت نص ديالها، وشويه ديال الثومه هنايا تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الفصوص ديال الثومه. وعندي هنايا العصر ديال جوج حامضات، وعندي هنايا واحد شويه ديال نص كاس بين الزيت البلديه والروميه، هو باش غادي نرقدو هاد الدجاج ديالنا. هنايا غادي ندوزو باش غادي نديرو التوابل فاش غادي نرقدو الدجاج. كنرقدو هكايا ليله قبل، كيترقد هكايا باش كيجي هكايا بنين هكايا وزوين، كيجي مدغمر. وكنديرو هنايا الربيع، وغنديرو هاد العصير ديال الحامض، وغادي نديرو هاد الزيت. من بعد ملي غنبغيو نطيبو غادي نزيدو الزيت هكايا، غنزيد واحد شويه ديال الماء، غندير هكايا واحد شويه ديال الماء هكايا باش غادي صافي. كنخلط هاد العطريه بحال هكا صافي، غادي نرقد فيها هكايا الدجاج ديالي. غادي ندخلو فيها التوابل بحال هكايا باش كيجي بنين هكايا، كندخلوه بحال هكايا في الشرموله مزيان هكايا في الداخل، كنرقدو فيها وكيبات هكايا ليله قبل بحال هكا ديرو في العشيه وتخليوه يبات باش كيجي هكايا زوين. صافي بحال هكايا، وكنجمعو هكايا كنربطو هاد الدجاجه بحال هكا هانتوما، كتشدو هاد الفخيضات هكايا كنربطوهم بحال هكا كيما كتشوفو بحال هكا على هاد الشكل هانتوما. صافي كنحطو هكايا وكنبدا كندير بحال هكايا حتى كنكملو كامل في نفس الشكل بحال هكايا على هاد الشكل. صافي كنحطو هكايا في شي بانيو هكايا باش كنرقدو فيه، وكنبقى هكايا مستمره حتى كنكملو كامل هكايا. صافي هنايا من بعد ما كندخل هكايا العطريه بحال هكايا وهاد الربيع كنشرملو هكايا مزيان كما كتشوفوا بحال هكا. صافي دابا غادي نديرو في البانيو هكايا، وغادي نشرمل هذيك هاد الكبيده هكايا وهاد القنصه هكايا حتى هي غنشرملها، كنشرملها انايا بحال هكايا. المهم كل الطريقه ديالو كيفاش كيدير الدجاج. صافي غادي نحطها هكايا في الطاسه نيت ترقد فيها حتى هو، وهاد هاد الشرموله اللي كتبقى غادي نخويها هكايا في البانيو على الدجاج. صافي هكايا غادي نخليوها هكايا بات ليله كامله يرتاح هكايا باش منين نبغوا نطيبو كيجي هكايا زوين. صافي بقاو معايا، غادي من بعد ما يبات هكايا ليله كامله يترقد لينا ونرجع معكم باش نكملوه في الطياب ديالو. هنا رجعت لكم بعد ما طقت لينا الدجاج ليله كامله، دابا غادي نكملوه في الطياب كما كتشوفوا. هنايا حكيت واحد جوج بصلات شلتهم حكيتهم هكا في الحكاكه الغليظه، وهنايا هو الدجاج دابا غادي نديرو. ها هي شويه ديال التوابل، عندي هنايا جد شويه ديال العطريه، عندي هنا الخرقوم وشويه ديال البزار وشويه ديال السمن والمروزيه ديال الدجاج وشويه ديال الثومه والسكينجبير، وعندي هنايا كاس ديال الزيت بين الزيت البلديه والروميه. صافي غادي نشعلو دابا على الطنجره ديالنا وغادي نديرو فيها العطريه وغنديرو الزيت. Thank you.
صافي وغادي نحطها كيد الدجاج وعاد غادي نزيدو الماء نحطوها كيد غندير دابا هي الجوجه تطيبو وهادي غادي نديرها بوحدها حيت عندي طنجره صغيره كما كتشوفوا غادي نخلي هادي حتى نطيبها بوحدها غادي نسدو عليها دابا حتى تغلى شويه عاد غادي نزيدو الماء صافي هنا من بعد ما كتغلى لينا هكا كتبدا تشحر ديك البصله هانتوما على هاد الشكل صافي دابا غادي نغطيها بالماء فاش غادي يطيبو لنا هاد جوج الدجاجات غادي نغطيها فيها بالماء صافي غطيتها هكايا بالماء وغادي نسدو عليها هكايا ونخليوها طيب هانتوما غاديش نسدو عليها هكايا باش ما هدا ما ديك الجلدة ما غاديش تقطع لينا غندير عليها بحال هكا ونخليوها يطيب وهادي راه غادي نطيبها هكايا بوحدها بقاو معايا من بعد ما عاد نحيدهم ديك الساعة عاد غادي نزيدو البصلة ونزيدو هاد الكبيدات وهاد الكناصي ونديرو ليهم هكايا باش نديرو دغميرة وهنا رجعت لكم بعد ما كيطيب لينا الدجاج كما كتشوفوا كنقلبوا صافي راه كيطيب دابا غادي نحطوا في الشبكه هكايا تسقطر باش غادي نديروا البصله ونديروا هذوك القشاوش باش يطيبوا لينا هنايا راه حيت هذيك الدجاجه طيبتها بوحدها غادي نديرهم هنايا في الشبكه باش يتسقطروا لينا صافي من بعد ما كنحطوها هكايا في الشبكه هانتوما نحطو هنايا تسقطر صافي وغادي ندير دابا هي البصله باش نديرو الدغميره هي البصله هنايا حكيت واحد تقريبا واحد ربعة البصلات هنايا غادي نديروهم هكايا في الطاوة ديالنا ولا الكميلة وغادي نزيدو عليهم هاد القشيوشات اللي خلينا هنايا باتو حتى هما مرقدين في هاد التوابل وهاد الشرموله صافي غادي نخويهم هكايا صافي وغادي نخليوها هكايا حتى تغلى لينا غادي نزيد واحد شويه الملح على حسب الذوق صافي وغادي نخليوها هكايا تبدا تطيب لينا حتى كتغمر لينا هكايا تولي الدغميره عاقده بحال هكايا صافي غادي نخليها غادي نسد عليها وغادي نخليوها تطيب من بعد عاد ندوزو باش غادي نقليو الدجاج كاين اللي هكا اللي كيبغي يقليه وكاين اللي كيبغي هكا يديرو في الفران على حساب المهم كله على حساب المهم انا غنخلي هنايا سميتو تغمر لينا الوقيته اللي غنبغيو نحطو وغادي نديرو ديك الساعه غادي نبدا نقلي فيه بقاو معايا ونرجع معكم هنا كما كتشوفوا من بعد ما كتعقد لينا التغميره كنبقاو هكايا نحركوها بحال هكايا كما كتشوفوا حتى كتعقد لينا هكايا التغميره كتجي بحال هكا نتوما معلكه هانتوما كيفاش كتجي على هذا الشكل صافي غادي نطفي على التغميره وغادي ندوزو باش غادي نقليو الدجاج وهنا كما كتلاحظوا دهنتو هكايا بشويه ديال الزبده والتحميره هكايا باش كيجينا هكايا محمر كيجي زوين هكايا من بعد عاد نديرو هكايا باش يتقلى هكا بالزيت صافي كنديرو هكايا بشويه ديال التحميره والزبده هانتوما على هذا الشكل صافي هكايا كنديرو شويه صافي وغادي نديرهم باش يتقلاو المهم كاين اللي كيديرو هكا يتقلى وكاين اللي كيديرو هكا في الفران المهم حنا غنديروه دابا يتقلى بحال ديال العراسات ديال العراسات دابا راه كيقلوه في الزيت هنا كما كتلاحظوا راه درت هنايا في الطنجره درت الزيت كتسخن دابا غادي نبدا نقلي هكا في الدجاج مباشره كما كتشوفوا دابا من بعد ما دهنتو هانتوما دابا غادي نرميوه هكا يتقلى كنخليوها هكا كيتقرا وكنبقاو نقلبوها هكا حتى كيتحمر لينا وهنا كما كتشوفوا من بعد ما قليتهم كاملين ها هو دابا ادوات الثالث صافي راه ساليتهم دابا في القلي دابا غادي نقدمهم ونوري لكم الشكل النهائي ديالهم وهنا ها هو الدجاج ديالنا من بعد ما كملته في القلي حطيته دابا في الطبسيل غادي نقدمو دابا هي الدغميره ديالي كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل صافي دابا غادي نبدا نحطها هكايا
غنهزو هكايا بالمغرفه ونحطو هكايا في شويه هكا ديال التغميره بحال هكا بهذا الشكل. هانتوما صافي وغادي نزينوه هكايا. عندي هاد الطريفات ديال الحامض بحال هكا غادي نزين بها هكايا قطعتهم على هذا الشكل. هانتوما على هذا الشكل. وعندي هنايا شويه ديال الزيتون غادي نحطو هكايا. صافي هكايا وغنحطو هكايا الهريسه كما كتشوفوا درتها فهاد الحامض غادي نحطو هكايا اللي بغى الهريسه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. نتمنى الطريقه اللي جربت معكم تعجبكم وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.